حتى يطيع الله ويبقى في الطاعة. من الجنون أن تكلفه في صباه ما لا يطيق. لا يخاطب ابن العشرين كما يخاطب ابن الأربعين، ولا يخاطب في شرع الله ابن الستين كما يخاطب ابن الأربعين، ولا يخاطب ابن الثمانين كما يخاطب ابن الستين، هذا محال. ويأتينا من يقول كان أبو بكر، قلت له أبو بكر يوم أسلم كان عمره 38 عاما. الإنسان يتأسى بالقرآن ولا يجعل حاكما أعظم منه. والله عز وجل ذكر نبيا وذكر أبناءه، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، هؤلاء أولاد نبي. فلم يعترض يعقوب على أنهم يرتعون أو يلعبون، لكن حدبه حبه شفقته تعلقه بيوسف منعه، لكنه لم يقل لأبنائه كيف ترتعون كيف تلعبون وأنتم أبناء نبي، لأن هذه حاجة ملحة لا بد منها. فسر إلى الله بتأودة بطريق عظيم. عظم الصلوات الخمس، عظم صلاة الفجر، عظم برك لوالديك، واجتنب الفواحش ورويدا رويدا، ولا يغرنك انفعال أحد أو بكاؤه أو صراخه على المنبر. هو خطبة يريد أن يحضرها ويريد أن تبلغك، لكن المهم أنت أعلم بنفسك من أي خطيب، وأعلم بنفسك من أي واعظ، وأعلم بنفسك من أي عالم. سسها تدريجياً،